بسم الله الرحمن الرحيم. يتدو وياكم إن شاء الله مادتي اليوم عميقة وكلش حلوة، وربي يجعلها عطاء واستفادة لكل شخص يحضرها. أخذت بطاقة سحبتها من الملائكة وبلغتهم رجعنا أعطوني رسالة، ممكن تكون رسالة لكل شخص يحضر هذا الفيديو أو هذا السناب. فكانت الرسالة اتجنن. الرسالة هي يلاحظ الإشارات، معنى هذه البطاقة لاحظوا صورة الملاك، لاحظوا صورة اللون البنفسجي ورمزية الريشة. طبعا راح أتكلم اليوم أيضا عن التاروت أو البطاقات. لما طلع لك هذه الرسالات معناها أنه انتبه لإشارات الكون. احنا الملائكة احنا وياك، واحنا نحبك واحنا نساعدك، وانتبه إلى الإشارات. إذا أنت شفت ريشة، إذا أنت سمعت مثلا كلمات أغنية أو ما شابه ذلك من علامات الكون، فهذه منا. احنا يعني احنا معك. اوكي، طيب، مقدمة لمادة اليوم الأول. كثير أشخاص قاعدين يسألوني عليها. مادة اليوم الأول يا جماعة كانت هي فقط عبارة أنه أنا حكيت تجربتي كيف أصبحت أحد عمال النور، وإن شاء الله أنتوا بعد مادة اليوم تكونون أيضا أحد من عمال النور، طبعا حسب اختيارك إذا أنت اختاريت هذا الشيء. فحكيت تجربتي كيف أنه أنا مريت بظروف صعبة ودراما ولا آخر إلى آخره، وكان السبب الرئيسي للشيء اللي أنا وصلت اليوم هو الإيمان، وذكرت قوة الإيمان بحياتي، وأيضا أنصحك على قوة الإيمان بحياتك أنت أيضا. فبليز مادة اليوم كلها تعتمد على إيمانك بالشيء اللي أنت تريده. مهم جدا تقوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وتقوي إيمانك أنه الشيء اللي أنت الطريق اللي أنت تمشي فيه هذا الصالحك، وأي حدث سلبي يمر بحياتك فهو بخير لك. وذكرت أهم الأشياء اللي أنت لازم 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 تسويها بحياتك: التأمل، تنظيف الهالة والشاكرات والتدرع، وأيضا تأمل فتح القنوات الإلهية. رح أحكي شوية عن هذا الموضوع أكثر اليوم، لكن بليز طبق طبق طبق. وأيضا ممكن يكون عندك لوحة الأهداف أو دفتر الأهداف، أو اسعى يا عبد وأنا عيدك أو أنا عينك. مو معناه أنك تحط هدفك في لوحة أو دفتر وتقعد على القنفة تتفرج نتفليكس، لا طبعا، لازم أنت تسعى لهدفك. الآن هذا الحجر أنا برمجته، وإن شاء الله راح أعلمكم في اللايف كيفية برمج أحجار، وأحكي يعني لاحقنا هذا الشيء. رجاء اتخيل نفسك الآن بشكل مصغر داخل حجر القمر، وأن فوقك حجر الأمانايت يلف عكس أقارب الساعة. خذ نفس شهيق زفير، والآن اتخيل أن هذا الحجر يلف مع أقارب الساعة. خذ نفس شهيق زفير. الآن الحجر الزهري يغلف هالتك بطاقة الحب. ضعني معي الآن، أنوي إن طاقة هذه الأحجار وطاقة وذبذبات الموجودة في هذا التجيل قد وصلتني، وأنوي التعلم بحب وباستمتاع والاستفادة من مادة اليوم. ليش بديت الموضوع بالأحجار الكريمة؟ طبعا مهم جدا تعرف تأثير وقوة الأحجار الكريمة عليك في طريقك الروحي. أوكي، أولا الأرض، مثل ما شرحت سابقا تسخير الكون لنا، وأهم شيء الأرض. الأحجار الكريمة تعمق اتصالك بطاقة الأرض، وبنفس الوقت تغذي مراكز الطاقة اللي هي الشاكرات عندك، فتساعدك على أنك ترتبط بطاقة السماء أو الطاقة الروحية وطاقة الأرض. أوكي، فهذه أول خطوة وتابعوا وياي. بعد ذلك فإن الطاقة اللي أنت أخذتها من الحجر هذا الأجيبة من هذا الحجر ساعد فعلا على أنه هالتك
تسمح انك تستقبل معلومات اليوم مع طاقة وملائكة هذه الأحجار. راح أتكلم بهذا الموضوع لاحقا إن شاء الله، وذبذباتها فتأثر على هالتك وتأثر على الفصل الأيمن والفصل الأيسر وشاكرا العين الثالثة وشاكرا التاج وطاقة الحب. ومثل ما قلت لكم سابقا وشرحت، ركز دائما على طاقة الحب. رقم واحد الحب، رقم مليون الحب. ليش؟ لأنه طاقة وذبذبات الحب طاقة شفائية علاجية تساعدك أنه ترفع وعيك وترفع الطاقة الروحية عندك والحكمة الداخلية والقدرات اللي وهبها الله لك، وتساعدك طاقة الحب على أنك تسترجع ذاكرة روحك. يعني شنو ذاكرة روحك؟ روحك لما خلقت في هذا الكون، تخيل هذا الفضاء، هذا الزحلة، هذا القمر، هذا الشمس، هذا المجموعة الشمسية، النجوم وغيرها. فروحك لما اختارت انه تعيش على الارض فقدت ذاكرتها. لكن ما معنى هذا شنو؟ هذه الارض على فكرة ما معنى انه الروح داخل جسدك محملة بكل الهبات الروحية والقدرات الروحية التي وهبها الله لك. كل اللي عليك تسوي من خلال طاقة الحب ودبدبات الحب وأمور أخرى راح أذكرها اليوم، إنك تسترجع ذاكرة روحك اللي محملة بكل هذه الأمور اللي أنت محتاجها. والموضوع سهل وبسيط، يحتاج فقط إنك تطبق وليس فقط تستقبل معلومات. إذا أنت حاضر اليوم يا فقط تستقبل معلومات ما راح تستفاد، لازم تطبق. هذه قناتي في التليجرام، فقط اكتب في السيرش تأمل فتح القنوات الإلهية، راح يطلع لك هذا التأمل جدا عميق، جدا 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 عميق. مالك بالكلام الفوق اللي ممكن يخربطك. أوكي، أنصحك إذا أنت حاب تطور هباتك الروحية، حاب تكون أحد عمال النور، حاب أنك تتواصل مع مرشدك الروحي، حاب تتواصل مع ملائكتك الحارسة، حاب أنك تكون مستبصر، حاب أنك تكون واو حتى من ناحية المالية على فكرة، انك تجذب الزبائن، تجذب صارت كل شواب، المهم تجذب الزبائن وتجذب الوفرة الى حياتك. تأمل فتح القنوات الإلهية على فكرة، هذا كان تسريبة من احد الكورسات اللي انا قدمتها ونزلتها مجانا في قناتي التليجرام اسمها فوانية. ارفع الشاشة اذا انت ما موجود عندك القناة، او ان شاء الله اذا نشرت هذا في اليوتيوب راح احط لكم روابط كلها تحت اليوتيوب. هناك ما يسمى بنجمة الروح. ولاحظ أنه هذه النجمة أنا حاطتها على الكوميدينة جنب راسي لأهميتها وطاقتها، وراح أشرح لك كيف ممكن أنك تستفاد من نجمة الروح وكيف نتواصل وياها لتلقي الحكمة ولتكون أحد عمال النور إذا أنت أحببت ذلك. ونكمل. هذا هو أنت، هذه هي القنوات الإلهية. بليز ركز وياي، أنا ليش نزلت تأمل القنوات الإلهية؟ على فكرة كان عندي تأمل كلش حلو على اليوتيوب اسمه فتح القنوات الإلهية على اليوتيوب، لكن للأسف الشركة المنتجة للموسيقى اللي أنا مستخدمتها طلع عليها حقوق بدون ما أنا أعرف، مع أنه أنا مشترية الموسيقى، لكن قالوا استخدام شخصي لكن ليس عن نشر، ومع أنه أنا قاضيت الشركة سوالف طويلة، لكن حطوا إعلان في وسط التأمل على اليوتيوب، فلهذا رجعت عدت ونزلته على قناة التليجرام. فأرجوك أرجوك لا تضيع تعبي في تأمل فتح القنوات على التليجرام، جدا مهم إذا أنت حاب تتطور روحيا وتحرر من فكرة المجاني لا ينفعني. حط معتقد ونية وتوكيد المجاني ينفعني ويخدمني حتى أنت تكون عامل للنور. لما أنت تستمر في التأمل تأمل فتح القنوات، هذه هي قناة الإلهية شاك التاج. خليني أكتب لك التاج، شاكرا التاج. وسبق أنه قلت إذا أنت مبتدئ وما تعرف يعني شنو الشاكرات، فقط اكتب في جوجل الشاكرات وراح تلقي شرح طويل عميق عليها. هذه شاكرا التاج اللي تمثل بزهرة اللوتس، هذه مثل ما واضح هي العين الثالثة، وهذه النجمتين هي قنوات الأذن السمعية وجدا جدا مهمة، وقناة القلب. أوكي، هذه القلب، هذه الأذن، العين الثالثة. إذا حاب تأخذ صورة للشاشة حتى أكمل الشرح.
كل شخص عنده مرشد روحي. المرشد الروحي هو عبارة عن روح متطورة تعلمت الحكمة وجدتي عليك أيها الإنسان حتى أنك تكون يعني هي مرشد روحي لك. بليز إذا هذا موضوع ما يناسبك فقط غادر السناب، غادر الفيديو وخلاص. أنا إذا أتكلم عن دراسة طويلة لسنوات ومو جايب الحكي من عندي، أوكي؟ وممكن أنك تطبق تأمل فتح القنوات الإلهية ومن خلال التأمل تحصل على كل الإجابات. خليني أشرح لك. جاك التاج تربطك بطاقة السماء أو الطاقة الروحية، طاقة الله، طاقة المرشد الروحي لك، طاقة الملائكة الحارسة، طبعا كلها مذكورة في القرآن الملائكة الحارسة، وأيضا المرشدين أرواح والأسلاف والكثير والكثير والكثير. من خلال شاكرا التاج، أوكي، ملائكتك الحارسة أو مرشدك الروحي، إنك تتلقى الإرشاد والتوجيه الروحي فتجيك. إذا هذه القناة عندك مفتوحة أفكار خلاقة، يعني أفكار خلاقة شنو؟ أنت مثلا تريد فلوس، يا ربي ساعدني، شنو الشيء اللي أنا أقدمه للناس ويجيب لي فلوس وبنفس الوقت أستفاد والناس تستفاد منه؟ فتجيك فكرة خلاقة لمشروع معين أنت تسويه، لكتاب تألفه، لخدمة تقدمها، مهما كانت هذا الشيء، أوكي، مهما كان مجال عملك على فكرة يعني. فهذه هي لما تكون عندك شاكرة التاج متنظمة، يعني عفوا نظيفة ومتوازنة، راح تتلقى هذه الأفكار بصورة سلسة، أوكي. أيضا تساعدك على وضوح الأحلام وتتلقى الأفكار والإجابات اللي تحتاجها عن طريق أحلامك، فتكون أحلامك عبارة عن رؤية، أحلام واضحة. العين الثالثة من خلالها أنت ترى، ولما أقول ترى بليز ثلاثة أربع الشعب يتوقع لما يفتح عينه الثالثة راح يشوف جن، شياطين، مشعوذين، سحرة إلى آخره. كوني أتحدث معك وأنا متخصصة في الوساطة الروحية ومتخصصة في العلاج الروحي ومتخصصة في التعليم الروحي، يعني أنا ماخذ هذه التخصصات والشهادات كمعلم روحي ومعالج روحي ووسيط روحي حتى أوضح لك. كل المعلمين الروحانيين والوساطة الروحانيين اللي سألتهم قلت لهم يابا يا معودين، احنا آني ربعي شعبي عند خوف ورعب من فتح العين الثالث، هل أنتم كوسطاء طوال حياتكم وعيونكم الثلاثة مفتوحة شفتوا شغلات تخوف؟ شفتوا شيء؟ فكان الجواب من معلميني اللي هم عندهم خبرة تقريبا 30 سنة، واحد من عندهم 25 سنة، واحد من 40 سنة في الوساطة الروحية، طبعا كلهم يعني كبار. المهم قالوا هي تعتمد فقط على الكلتشر، الكلتشر يعني على البيئة اللي انت وين. فمثلا القصد يعني انه احنا كعرب للاسف احنا تربينا يا اخي، تربينا نخاف من الجن، ومليون كتاب لتفسير الاحلام، مليون كتاب عن الجن والسحرة والسحر الاسود ولا كتاب واحد عن الملائكة. والله يقدرني ويكتب لي ان شاء الله ويسهل الموضوع ويعني يكون عندي كتاب عن الملائكة حتى اوضح هذه الجزئية. المهم حاليا أنا عندي على فكرة كتاب مترجم من دورين فوركتشو على الرسائل أرقام الملائكة ومجاني، تلقيه على موقعي. المهم فإحنا تربينا نخاف من الجن ونخاف من الشيطان وما تربينا نؤمن بالملائكة، مع أنه أمهاتنا أو جداتنا من إحنا أطفال يما عيني ملائكتك حارستك، يما قلبي ملائكتك تحرسك، ومن هالحكي الحلو. وإذا يعني مثلا إذا طفل تعور أو ما صار بيشي نقول ما شاء الله ملائكته حفظته. زين ليش هذه الأدنى العقيدة في ذاكرتنا طفولتنا، لكن للأسف لما كبرنا بسبب البيئة والمجتمع قمنا نخاف من الجن والشياطين وإلى آخره. فالجواب من معلميني كان إنه يعتمد على البيئة أو الشعب أو البرمجة أو الموروث. كلها راء صعبة أنه أنا ألفظها أكتبها. الموروث الخاطئ اللي تربينا عليه، طبعا تربينا عليه من البيئة والمجتمع والمسلسلات والأفلام، فصار عندنا عقيدة ومعتقد
عقيدة ومعتقد أنه إحنا نخاف من عين الثالثة حتى نشوف الأشياء اللي تخوف. خليني أبسط لك الموضوع عليك. العين الثالثة أوكي هي تساعدك في أنك تجذب ما ترغب به. ليش؟ لأنه العين الثالثة مرتبطة بالغدة النخامية والغدة الصنابية اللي تعتبر موطن الروح أو غدة الروح. أوكي؟ من خلالها أكو غدة سبحان الله تعالى، يعني الله رزقنا بهذه الغدة، احنا نقدر نجذب الأشياء اللي احنا نريدها من خلال قانون الجذب. الأفكار اللي نفكر بها نجذبها. فشنو هي أفكارك؟ إذا أفكارك أمان وسلام أنت تجذبها، أفكارك خوف ورعب أنت تجذبها. أوكي؟ فإحنا كبيئة تعودنا أنه إحنا نخاف من هاي الأمور المرعبة فرح نجذبها. لكن العالم الروحي عالم محب، عبارة عن حب في حب في حب. كل الجلسات للوساطة الروحية اللي مع أشخاص متوفين تواصلت وياهم كانوا يأكدون على هذا الشيء، أنه إحنا عايشين في حب وفي سلام. والبارحة بالضبط كان عندي بنت وياي زميلة أحد زملائي في الثيتا هيلينج، للأسف أمها توفت، وفورا وصلت لها رسالة وقلتها قاعدة أشوفها مرتاحة وخفيفة وسعيدة وكأنما حتى هي شابة، ووصلت لها رسالة خاصة من والدتها إلها. أوكي، فها طبعا جزئية الوساطة الروحية أنا ما أتكلم عنها، أنا أتكلم إذا أنت فتحت القناة الثالثة شنو راح تفيدك في كونك عامل نور. ركز وياي، العين الثالثة راح تساعدك إنك لما تتواصل مع ملائكتك أو لتتواصل مع الله، فالله سبحانه وتعالى أو مرشدك أو ملائكتك الحارسة راح تعطيك هذه الإرشادات والإلهامات إنك تشوفها عن طريق أحلامك أو تشوفها مثل الفيجن أو الرؤية. أوكي، شوفي مسلسل أجنبي اسمه تشارمز الساحرات. أوكي، هو مسلسل كلش حلو، هسه أحط لك صورة من هذا المسلسل. واحدة هم عبارة عن ثلاث خوات، كل واحدة من عندهم عندها قدرات سحرية، خلنا نقول واحدة من هذه الخوات عندها هذه الفيجن، مو اللي صارت بجاء الفيجن الرؤية. أوكي، ما معناه أنه فجأة تغمض عينها وتشوف حدث. على فكرة أنا من هؤلاء الأشخاص، عندي هاي الجزئية، ممكن يعني فجأة أشوف حدث ويصير سبحان الله. المهم فهذا العين الثالثة، فجأة أنك تشوف المستقبل، فجأة أنك تشوف الموعد اللي عندك إياه. العين الثالثة على فكرة يا جماعة تساعدك أنك تعرف الشخص اللي أمامك هل هو صادق أو مخادع. تساعدك أيضا في تلقي المعلومات بصورة بصرية، لما أنت تتأمل ممكن أنك تحصل الإجابات بشكل صور أو كلمات واضحة تظهر لك خلال التأمل عدا الألوان. طبعا أتذكر أني أول ما يعني في بداياتي بديت أتعلم التأمل وبديت أجلس، وراح أتكلم عن جزئية التأمل. وأول ما كنت أشوفه هو فقط عبارة عن ألوان، لون بنفسجي، لون أخضر، لون أزرق. وبعدين خلال دراستي عرفت أن هذه الألوان هي ألوان الشكرات وألوان الملائكة المحيطة حولي. وحتى تتعرف أكثر عن الملائكة هذا حسابي في الانستغرام خاص The Magic of Angels، خاص فقط في الرسائل الملائكة. ادخل على هذا الهايلايت، هذه الدوائر في عندي، هذه الدائرة الزرقاء اسمها رؤساء الملائكة، اضغط عليها. لما تطلع لك الصورة اضغط عليها View Post، راح يطلع لك هنا الشرح على كل ملاك وعلى اللون الخاص بالملاك الآخر. أوكي، نكمل. قناة الأذنين تساعدك إنك تسمع همس الملائكة، همس المرشد الروحي لك، صوت داخلي. ممكن إذا أنت موضوع يعني صوت الملائكة أو صوت المرشد الروحي لك يعني ما يناسبك، فممكن هو نفسه على فكرة صوت القلب أو صوت داخلي لك. أوكي، فمن خلال شاكرات الأذن
تسمع الصوت الداخلي لك. مثلا عندك فتشي يقول لك انت في مفترق طرق، يعني قاعد تسوق السيارة وفي طريق يمين وفي طريق يسار، انت يعني محتار هل تذهب يمين ام تذهب يسار، فالصوت داخلي يقول لك لا اذهب يمين، فتلف السيارة على اليمين، او تريد تشتري كتاب، فالصوت داخلي يقول لك هذا الكتاب راح يفيدك في الموضوع الفلاني، اوكي فتشتري هذا الكتاب. فهذا الصوت الداخلي اللي ماكو حديث النفس، يعني ممكن انه هذا لما انت تتكلم مع نفسك او حديث النفس ممكن يكون هو اذا كان ايجابي ويخدمك فهو صوت ملائكتك الحارسة او المرشد الروحي لك، فحيساعدك في سماع الارشاد اللي انت محتاجه. ونجي للقلب آه القلب ظل باسمك ينادي. زين، القلب تشعر بمحبة الله إلك، تشعر بروحك بداخلك، تشعر بعالمك بداخلك. القلب هو المركز المهم اللي أنت مهم جدا تركز عليه، لأن مثل ما قلنا هو المسؤول عن طاقة الحب، ومثل ما شرحت وقلت طاقة الحب وذبذبات الحب هي شفائية، هي اللي اللعب كله بطاقة الحب وبذبذبات الحب. فلما أنت تفتح قناة الإلهية القلب راح تشعر بالمشاعر إذا كان موضوع يناسبك أو ما يناسبك. فلاحظوا هي أربع قنوات إلهية، قناة التاج، قناة السمع، قناة الرؤية، وقناة القلب. ممكن إنك شخص بصري، فطبعاً مهم جداً أنت تعرف هل أنت نمطك بصري أو سمعي أو حسي، وهذا الشيء ممكن تعرفه عن طريق اختبارات في جوجل وتختصر علي الأمور. لكن اللي يعني هذا الكلام أنا شرحته سابقاً، لكن خلينا نقول يعني إعادة لك لأهمية فتح قنواتك الإلهية الروحي، البصري، السمعي، والحدسي. الحدسي طبعا بالعين الثالثة، لكن هنا الشعوري. فراح تلاحظ لما انت تكون هذه القنوات متوازنة عندك حتلاحظ سهولة بحياتك، يسر، بركة في حياتك بسبب فتح القنوات الإلهية. راح نعمل تأمل الآن جدا حلو مع آدم وحواء. خلين بس أحكي لك معلومة قبل ما احنا نسوي التأمل. راح أختار التفسير المبسط لكلمة آدم، طبعا فيها كتير يعني تفاصيل، لكن أختار شيء مبسط الكل يفهمه. آدم وحواء ممكن تعتبر الأب الروحي والأم الروحي، أوكي الأم الروحية. في التأمل اللي راح نعمله هو مثال مبسط بأننا نتلقى الحكمة والعلم والمعرفة من خلال روح آدم وروح حواء مع الملائكة. ممكن أيضا آدم يعتبر النصف الأيسر وحواء الطاقة الذكورية وحواء الطاقة الأنثوية، وبذلك من خلال التأمل اللي راح نعمله راح تتوازن الطاقة الأنثوية والطاقة الذكورية داخل جسدك. ومهم جدا 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 أنك توازن الطاقة الأنثوية والذكورية داخلك، وبذلك أنت توازن الفصل، وبذلك أنت توازن الفصل الأيمن والفصل الأيسر. الفصل الأيمن من الدماغ يعتبر هو الفصل الروحي إذا أنت ما كنت تعرف هذه المعلومة، والفصل الأيسر هو الفصل اليقظ اللي يوصل لك أو يترجم لك الفصل الأيمن الأم. خلوني أحكي لكم، في أحد المرات نزلت منشور، طبعا هذا علاقته في تأمل آدم وحواء، وحواء ممكن يعني تأثك إنه البعض يعتبرها كأم، فممكن خلال التأمل تصير عندها مشاعر سلبية، مشاعر إحباط، عدم تسامح للأم، بكاء، لطم إلى آخره. خليني أقول لك، أحد المرات أنا نزلت منشور على الأم، وتخيل كمية التفاعل السلبي اللي صار، وكمية التعليقات بحيث وصلت آلاف، بحيث الإنستغرام لو شايف هذا المنشور كان قول لي أنا خلاص راح أوثق لك حساب الإنستغرام بسبب التفاعل القوي اللي صار في حسابك. للأسف كان 3/4 سلبي، واضطريت أني أمسح هذا المنشور بسبب التفاعل السلبي.
ليش؟ وخليني أقول لك عن تجربة. كثير أشخاص عندهم مشكلة مع الأم، ممكن يعتبروها أم ظالمة حاقدة عليهم، تضربهم، تحبطهم إلى آخره إلى آخره. أنا أحكي لك تجربتي على فكرة، ترى أنا يعني أمي حبيبة قلبي تتابع سنابي في ديتج زين. فلما أنا كنت صغيرة كانت أمي يعني تضربني وتعيط علي وما أدري شنو، وتخيل يعني أنه أنا كنت أتوقع أنه ليش يا ربي أنا هيجي، ليش أنا أمي هيجي تعاملني، ليش كذا كذا كذا. ويعني كان لغة الحوار بيني وبين أمي هي النعال. لكن هي ببساطة كانت تحبني وتربيني حسب ما هي يعني البيئة اللي تربت بيها. يعني أنا ما صدق الموضوع عامل النور تحول إلى النعال زين. بس والله أنا داعشيكم عن تجربتي لأنه أنا متأكدة هواية راح يستفادون. أوكي قلبي حبيبتي ماما. فاللي صار هو شنو، يعني الأجيال تختلف. فالجيل السابق خلينا نقول جيل أمهاتنا كانت بالنسبة لهم التربية هي أنه ممكن تضرب الطفل، سواء تستخدم يعني النعال، تستخدم أدوات أخرى إلى آخره إنزين. فمعنى أنه أمك متحبك. فأنا لسنوات كنت مثلا أتوقع أنه مثلا أنا عندي مشكلة ويا أمي، أمي متحبني. لكن في خلال دراستي علوم أو مدارس الطاقة والعلم النفس والأخرية وهاد برا سايكولوجي، عرفت أنه يعني ذكرياتي عن أمي ذكريات حنونة حقيقة. كانت توكلني، كانت تحممني، كانت تسوي لي أعياد ميلاد، كانت تجيب لي هدايا. صحية كانت تضربني، صحية كانت تعيط علي أو فتشي أو الأخي، بس مو معناها ما تحبني، بالعكس هي كانت تربيني. لكن هذه من منظوري أنا، من ناحية أمي، من وجهة نظر أمي. أنا كنت يعني أعترف أنا كنت يعني وكحة بالعراقي، يعني شنو شقية، يعني هايبر أكتف حركة. يعني أمي تقول لي روحي يمنى أنا أعاند وأروح يسرى، أمي تقول لي يا معودة قعدي ساكتة أنا أبقى عيط وصرخة وما أدري شنو. فكنت يعني أقوم بحركات كطفلة يعني أكتف أنه أعصب أمي أو أغضبها أو إلى آخره. فهي كانت بالنسبة إليها يعني تضربني حتى تربيني حتى لسويني شيء كذا كذا كذا. لكن طبعا الجيل تأخر، وعلى فكرة يعني حاليا يعني أمي جدا تغيرت حبيبة قلبي، وهي اللي ربت أطفال بكل محبة، يعني فيصولي وأطفال أختي وأطفال أختي اللخي وأطفال أخوي إلى آخره. فإذا اللي أريد أقوله، إذا أنت تتوقع أمك حاقدة، أمك ظالمة، أمك كل كلمة سلبية ممكن أنك تطلقها عليها، خليك وياي الآن وتذكر، هل عندك ذكريات الأمك حممتك في الحمام؟ هل عندك ذكريات مع أمك وكلتك أكل؟ هل عندك ذكريات مع أمك سوت لك حفلة عيد ميلاد؟ هل عندك ذكريات مع أمك غطتك بالليل، سهرت عليك وأنت مريض، قاست درجة حرارتك وأنت مرتفع حرارتك؟ هل عندك ذكريات مع أمك سوت لك حفلة عيد ميلاد، جابت لك هدايا، أعطتك عيدية العيد؟ هل عندك ذكريات مع أمك صور جميلة لطيفة مبتسمة وهي حاضنتك؟ يا خي يكفي إنه هي تحملت الحمل 9 شهور، ويكفي انه تحملت الولاده، ويكفي انه رضعتك وغيرت حفاظاتك. فقبل ما انت تصدر حكمك على امك، سواء بسبب الجيل اللي كان، صار الجيل تغير يا جماعه، الجيل السابق اللي هي ضربتك في يوم او رفعت صوتها عليك في يوم، اتذكر كل الشغلات الحلوه اللي انا ذكرتها، راح تشوف امك تحبك، ممكن بطريقتها الخاصه لكن في العمق. هي لو ما تحبك كان رمتك بالشارع، لو ما تحبك كان ما حممتك، ما وكلتك، ما جابت لك هدية، ما انطتك عيد في العيد، ما ضحكت بوجهك، ما غيرت حفاظاتك، خليتك انت وفضلاتك. اصلا بس صارت حامل كان ممكن سوت اجهاض. هواية لو ما كانت تحبك. حبيبة قلبي امي، طبعا امي تتابع سنابي، بس طيبين قوي يا خال. حبيبتي ماما. فأني دا أحكي عن تجربتي لأنه أنا أعرف كثير أشخاص عندهم نفس المشاعر. الآن أريدك تسوي
التمرين وياي. اكتب في ورقة كلمة الأم، حطها داخل قلب أخضر. راقب مشاعرك، هل عندك مشاعر سلبية تجاه أمك؟ مهما كانت المشاعر السلبية اكتبها هنا. أوكي، اكتبها، طلع كل اللي بقلبك. وطبعا بعد ما أنت تكتب الشغلات السلبية عن أمك، راقب مشاعرك وانت تكتب الأم وداخل قلب أخضر، هل هذا يؤذيك؟ إذا كان نعم اكتب، وتذكر الأشياء الحلوة اللي أنا ذكرتها. هل أمك سوت كذا كذا كذا؟ حتشوف نعم أمك سرت عليك، أمك كذا أمك كذا، وحتشوف إنه الخلل مو بأمك، الخلل أنت بيك ترى. لكن طول هاي الفترة أنت عايش دور الضحية، فبليز توقف عن إنك تلعب دور الضحية. ليش أنا دا أجيب هاي الموضوع؟ لأنه هذا الجانب النفسي متعلق بالقلب، متعلق بارتباطك بأمنا الأرض. والحديث القدسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم أجمعين قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. أوكي، والجنة تحت أقدام الأمهات. عدا ذلك كأنت شخص إذا تريد تكون معالج أو شخص روحاني أو عامل في النور أو مهما أو حتى فقط تريد تكون في حالة توازن، تريد تكون في حالة في مشاعر حب ومشاعر سلام داخلي، كيف أنت تكون بهالمشاعر وأنت غير متسامح مع أمك أو غير متصالح مع أمك أو عندك هذه الأفكار السلبية على أمك؟ ما حتقدر. فمهم جدا بينك وبين نفسك تعمل هذا التمرين وتحط كلمة الأم داخل قلب وتشوف مشاعرك وتكتب تكتب تكتب، وبعدين طبق الآتي. تجاه كل كلمة سلبية كتبتها على أمك، مثلا كتبت أمي قاسية، زين اكتب أمامها شنو الشيء اللي أنت سويته بعد حسيت أمك قاسية؟ هل إنه أنت قاعد بأمان الله وجدت أمك وضربتك ابن عال مثلا؟ لا، أكيد أنت سويت فشي كطفل وأمك. على فكرة أنا يعني مدى أقول إنه الضرب هو الصح أو إن عال هو الصح، أنا أعتذر على هالكلمة بس يعني حابة ألطف الأجواء. لكن الجيل تغير، يعني أمهاتنا قبل سابقا هم هيك تعلموا، يعني عادي عادي يعني. فمو معنى هذا الكلام إنه أنا مع ضرب الطفل اطلاقا اطلاقا اطلاقا، انا فقط قاعده اوضح لك جزئيه مهمه للتسامح والتصالح مع الام، لان انا متاكده لحد الان كثير امهات ما يضربون اطفالهم لانه ببساطه الجيل تغير. يعني ما اتوقع اكو ام لحد الان تضرب ابنها او شيء لانه الجيل تغير، صح لو لا؟ فكل كلمه سلبيه تكتبها اكتب امامها شنو الشيء اللي انت سويته بحيث شعرت او حسيت امك قاسيه ظالمه إلى آخره. اكتب اكتب اكتب، بعدين قول يا الله يا الله يا الله. اللهم أنا عبدك وأنا أحبك وأنا أعرف أنك تسمع لي الآن وملائكتي الحارسة معي وتشهد الآن. اللهم أني نويت وقررت أنه أسامح أمي وأصالحها لأنه أنا أيضا كنت السبب وأنا أتحمل مسؤولية أفعالي. اللهم إن كان هناك أي مشاعر عدم تسامح في قلبي تجاه أمي، أسألك الله يا الله يا الله شافيها هذه المشاعر في قلبي وحررها إلى النور. اللهم أنوي الآن تحرير كل المشاعر السلبية تجاه أمي من قلبي وروحي وخلايا جسدي وذاكرتي إليك يا الله. اتخيل الآن في السماء مكتوب الله نور السماوات والأرض، ويتدفق شلال من النور مع ملايين من الملائكة تدفق من السماء تحيطك الآن وترسل لك هذا النور إلى جسدك وقلبك. استشعر تيار نور الإله اللي ينزل عليك، نور التسامح، نور الله والملائكة حولك، تسحب منك كل الآلام والدموع وعدم التسامح. واستشعر سيدة مريم العذراء أمامك أيضا
لأنه أيضا تساعدك في التشافي في علاقتك مع الأم. في قناة التليجرام تجد هناك جلسات مع السيدة مريم الأدغى تساعدك في هذا الموضوع. رجاء ادخل قناة التليجرام وراح تلاقي اللي تريده. نكمل الآن تأمل آدم وحواء. تأمل آدم وحواء، رجاء مهم جدا أنك تختار لون تحبه مثل ما قلت لكم. راح يعني أحكي خطوات التأمل وطبقه أنت مع نفسك، حتى يعني رسمت أنا الرسم حتى أساعدك في التخيل. اجلس جلسة مريحة بعيدا عن المقاطعات وتخيل هذه هي السماء، اللون السمائي هذه هي السماء، وتخيل إن روح آدم وروح حواء يحملان مثل الغيمة، هذا الغيمة باللون اللي أنت تحبه. مهم جدا تختار لون تحبه، حلو. ينزلان من السماء مع ملايين من الملائكة. الملائكة ممكن تتخيلهم ككرة من النور، فقط دائرة من النور، أو تتخيلهم مع أجنحة أو الشكل اللي تريده. فالآن روح آدم وروح حواء تحملان الغيمة باللون اللي تحبه مع ملايين من الملائكة تنزل من السماء إليك. هذه الغيمة هي الحكمة الإلهية، العلم، المعرفة، كل الداتا، كل الذاكرة لروحك. تخيل إنه آدم وحواء، لأنه الله سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها، والمقصود في الأسماء كلها كل ما يخص الحياة والحكمة والمعرفة، ولا كثير تفاسير. فقلنا إنه آدم وحواء تساعدك في توازن الطاقة الأنثوية والذكورية والفصل الأيمن والفصل الأيسر، وهذه الغيمة هي الطاقة الذاكرة روحك والحكمة والمعرفة. الآن أريدك تتخيل الآتي. تخيل إنه هذه الغيمة اللي هي ذاكرة روحك والحكمة والمعرفة مع آدم وحواء والملايين من ملائكة الأرض والسماء، تتدفق هذه الغيمة لتدخل إلى داخل جسدك. فخلي أغير اللون. فهذه الغيمة تملأ جسدك. تخيل هذه جسدك. تخيل هذا اللون يتشرب داخل جسدك. مهم جدا لون أنت تحبه. الآن هذا اللون يملأ جسدك بالكامل، اللي هي ذاكرة روحك، كل الداتا اللي أنت محتاجها، الطاقة الروحية، القدرات، الهبات الروحية اللي الله خلقها فيك وهي أصلا موجودة فيك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. شكرا يا الله لاستعادة ذاكرة روحي، شكرا يا الله لكل الهبات الروحية اللي أنت أعطتني إياها. هذا التأمل أنصحك تطبقه كل صباح، كل صباح. أوكي. فالآن مثلا أنت هسه عندك صبح وطبقت هذا التأمل، حلو. اللي راح يصير هو شنو؟ إنه خلال اليوم إذا أنت كنت حاب يعني تتذكر معلومة بأي مجال، مثلا تعرفت على شخص وتريد تتذكر اسمه، فقط استشعر هذا اللون داخل جسدك وراح يوصل لك الجواب. تريد تقوم بتأمل أو ما عرفت شنو التأمل، استشعر اللون داخل جسمك وراح يصلك الجواب. والأحلى أنك ممكن تعمل هذا التأمل وبعدين تسأل السؤال اللي أنت حاب تعرف جوابه وراح يوصلك الجواب. مثلا على سبيل المثال تسأل سؤال، أنوي من خلال هذا التأمل أحصل الإجابة اللي أنا أحتاجها إلى الله، إلى ملائكة الحارسة، إلى روحي. رجاءً كيف لي ممكن أقوي استبصاري، أقوي طاقتي الروحية؟ مثلا كيف لي ممكن أنه أحافظ على وزني، أحافظ على رشاقتي؟ كيف ممكن أنه أنا أتعلم اللغة الإنجليزية بسهولة؟ كيف ممكن أنه أنا أجذب الزبائن، أنه أحصل على المال بما يخدمني ويخدم الآخرين؟ واستشعر اللون يملأ جسدك وخلص. اللي راح يصير
راح توصل لك الإجابات، ممكن أثناء التأمل، ممكن خلال أحداث الكون. تذكرون سبحان الله سبحان الله الرسالة التاروت أول ما بدينا اللي هي انظر إلى الإشارات، راقب أحداث الكون حوالينك. ممكن يوصل لك الجواب عن طريق صديق، شخص يظهر فجأة بحياتك وينطيك الجواب. ممكن كتاب فجأة أنت متعود تقرأ نفس الكتاب كل يومية، تقرأ تلقي الإجابة في هذا الكتاب. ممكن دورة تدريبية، ممكن إعلان في التلفزيون، هناك الكثير. المهم خليك مراقب أحداث الكون حتى توصل لك الإجابة. هذا التأمل الصباح. أما تأمل المساء، على فكرة ترى التأمل ما يأخذ منك 5 دقائق 10 دقائق يعني من يومك. تأمل المساء وانت نايم على سريرك وهذه مخدتك، ويعني ما شاء الله الرسم، يعني حكيتها سابقا الحمد لله انه بيكاسو يعني متوفي، والا كان انتحر من شاف رسومات. انزين، هذا انت نايم هنا، هذا راسك بس ما مبين. المهم التأمل المساء قبل ما انت تنام مهم جدا تتذكر وتذكر نعم الله عليك. شنو الأشياء اللي أنت ممتن إلها؟ شنو الأشياء اللي أنت تحمد الله وتشكر عليه خلال اليوم؟ مثلا الحمد لله على هذا السناب اللي استفاديت منه، الحمد لله على نعمة الإنترنت، الحمد لله على تليفوني، الحمد لله على الأكلة الطيبة، وأيضا الحمد لله أنك التزمت بالتطبيق. هذا الشيء البسيط ما يأخذ منك دقائق، يخليك في ذبذبات إيجابية وتنام وانت بمشاعر حب وذبذبات حب. ونرجع الى طاقة الحب اللي انا قلت لكم هي طاقة شفائية وطاقة حكمة ومعرفة روحية، وكلها بطاقة الحب وذبذبات الحب. فلما تطبق انت هذه الامور كلها تكون انت جاهز لتلقي الارشاد من مشتك روحي ملائكتك الله الكون كله رسائلكم في مشوارك في الخطة الالهية. هنا ايش راح تلاحظ؟ راح تلاحظ بعد انت ما وازنت الشاكرات والتأمل وهذه الأمور والقنوات الإلهية، راح تلاحظ يوصل لك إرشاد اتعلم العلم الفلاني، اقرأ الكتاب الفلاني، إرشاد كأفكار كولع. يعني مثلا أنا في مشواري صار عندي حب مو طبيعي لطاقة المكان الفنق شوي، صار عندي حب مو طبيعي لتعلم الريكي، صار عندي حب مو طبيعي للثيتا هيلنج للوساطة الروحية. فهذا كان من ضمن خطة إلهية. وكان مثلا في كل مرة أقول أوكي زين والفلوس شلون أنا أدفع هذا الشيء، فكان يصلني إرشاد مو شغلك مو شغلك. وفجأة ألقي سبحان الله الله رزقني بفلوس وأسجل بهذا اللي. وفجأة تلقي لك يعني تلقي ممكن يصير لك موقف إيجابي عن طريق علاقاتك الحلوة، وشخص يعرض مساعدة لك ونقول لك مثلا يهديك دورة مجانية. مثلا كثير منكم أشخاص يسمعوني هسه وكان نفسه يحضر أحد الدورات، وسبحان الله الله يستخرج شخص يتبرع بمقعد ويحضر، أو يفوز بمسابقة ويحضر هذه الدورة، أو صاحب الدورة يهدي دورة مجانية. مسألة نفسك شلون أنا حصلت هذه الدورة المجانية؟ هذه هو كله من ضمن الخطة الإلهية لك. أو ممكن مشروع في بالك حاب أنك تطوره ويسهل الدور. مثلا على سبيل المثال أنت حاب تكون مدرب أو معالج مثلا، فحتلاحظ لما أنت تطبق اللي أنا حكيته كله سابقا، تطبيق تطبيق تطبيق، يوصل لك الإرشاد لأنك تكون مدرب أو معالج، فراح تشوف تساهيل من الله تجيك. والله والله تجيك تساهيل من الله وملائكته إليك في سبيل تطوير روحك. فتلقي أحد يعرض عليك مثلا مثل ما قلت لك دورة هدية، كتاب هدية، يعرض عليك مثلا يدليك على شخص يقدم الدورة اللي أنت محتاجها. طبعا بفلوس مو شرط يعني ببلاش، احنا ما نقول كل شيء ببلاش، بس ممكن استحقاقك عالي وتحصل ببلاش وتحصل على يعني مثلا على سبيل المثال أكثر الأشياء والدورات اللي ردتها في حياتي أتعلمها هي الثيتا هيلينج، وكانت لازم فقط حضور، وكان فتشي بداخلي يقول لي نور تعلم الثيتا هيلينج، نور تعلم الوساطة الروحية. وأيضا كنت يعني أرغب من كل قلبي أكون وسيطة روحية بشكل مبالغ فيه.
وكان هناك مسلسلة اسمها Days of Our Lives. وفي هذا المسلسلة أنا كنت أتابع على فكرة، كان واحدة وسيطة روحية اسمها سيليست، فكانوا أهلي في البيت وخواتي ينادوني سيليست، سيليست تعالي، سيليست روحي، يعني على أساس أنه عندي روحانيات ومدري منو. فكان شي بداخلي يقول لي أنت راح تكونين وسيطة روحية، أنت راح تكونين هذا الشيء، وأنت فعلا هذا الشيء. فالكون هيئ لي الظروف، والله العظيم هيئ لي الظروف والأحداث الصالحي حتى أني أكون وسيطة روحية، حتى أني أتعلم الثيتا هيلينج. صارت الثيتا هيلينج أونلاين، مع كانت فقط اتخصصت في الوساطة الروحية، مع أنها كلها باللغة الإنجليزية، وقامت يعني وين ما أروح ألاقي دورات باللغة الإنجليزية، دورات في اللغة الإنجليزية، وحتى بأسعار رخيصة جدا 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 دخلتها وفتلها وتعلمت اللغة الإنجليزية، وما زلت على فكرة يعني ما زلت أني أطور لغتي الإنجليزية، وقدرت أنه أدرس الوساطة الروحية على مدى تقريبا أكثر من سنتين، وكلها باللغة الإنجليزية هنا في كاليفورنيا في أمريكا. حابة أذكر فد شيء مهم جدا، لما أنت تكون عامل بالنور في الغالب، في الغالب تكون مدرب، في الغالب تكون معالج، لكن ممكن أنك تكون طبيب، ممكن تكون أنت مدرس، ممكن أنك تكون طباخ، ممكن أنك تكون أي وظيفة، أي مهنة، ركز، أي وظيفة، أي مهنة أنت تقوم بها الآن وهدفك ونية قلبك وروحك خدمة الآخرين، فأنت عامل بالنور، وراح تكون شخص روحاني، وراح تكون عندك بركات روحية بسبب نية قلبك. لهذا لما أنت تمشي في مشوار عامل النور، أوكي، أنت حياتك راح تتسهل يسر، بس طبق كل اللي أنا قلت عليه. الآن أيضا شغلة أخرى، نجمة الروح. نجمة الروح هي مثل الكرة الكريستالية فوق راسك. صارت هوسة، خلي أمسح مني. ممكن تتخيلها مثل الكرة من النور فوق راسك. هذه الكرة من النور يطلق عليها نجمة الروح، لارتباطها بالعالم الروحي وارتباطها بكثير أمور. هي فيها النسخة المحسنة النقية من روحك وكل الداتا اللي أنت محتاجها. يعني لما أنت تريد تنحرف فقط ركز على تنحرف، حلوة هاي، ركز على هذه كرة النور أو نجمة الروح، أوكي، راح تشوف نفسك ما راح تنحرف. لما أنت تصدر الأحكام على الآخرين، ركز على نجمة الروح، راح تلغي. لما أنت يسيطر عليك الإيغو، حذاري من تنين المياه، حذاري من الإيغو. الإيغو فعلا تنين المياه، كان في فيلم كارتوني يطلع تنين مياه في البحيرة، وكل ما تيجي واحد يريد يعبر يقولهم حذار من تنين المياه وطائر المدري من هو، كان فد أكو طائر بعد نسيت. المهم الإيغو يلعب عدة أدوار، الإيغو يبعدك عن نجمة روحك، الإيغو يخليك تصدر الأحكام، الإيغو يبعد عنك الفلوس، المحبة، الاستقرار، الصحة، العافية، كله من الإيغو. فأنت كعامل نور وتريد حياتك كلها بركات في بركات، تحرر من الإيغو، تحرر من إصدار الأحكام، ركز على نجمة روحك، اتنفس. تذكرون غيمة آدم وحواء؟ اتنفس وتخيل يعني نجمة روحك نفس اللون اللي أنت تحبه. ليش أنت تحبه؟ لأنه إحنا حكينا على طاقة الحب وتأثير ذبذبات الحب. كل ما أنت يسيطر عليك الإيغو، تصدر أحكام، تظلم أحد، تشوف نفسك يعني واو زين، تنفس من نجمة روحك حتى ترتفع إلى ذاتك العليا وترجع إلى حقيقتك السامية، حقيقتك الروحية، حقيقتك النقية.
فراح تلاحظ لما يوصل لك الإرشاد أنك تقوم في خطوة معينة. لما تقوم في هذه الخطوة مثلا قراءة كتاب، فلما أنت يوصل لك الإرشاد لهذه أول خطوة تقرأ كتاب معين. مثلا أنت أصلا من الأشخاص اللي ما تحب تقرأ كتب ولا أمر قارئ كتاب، يوصل لك إرشاد أقرأ الكتاب الفلاني. فلما تقوم بالخطوة الأولى راح يوصل لك الإرشاد للخطوة الثانية. لما تقوم بالخطوة الثانية يوصل لك الإرشاد بالخطوة الثالثة وهكذا. فلهذا مهم جدا أنك تطبق التأمل اللي أنا تكلمت على كل التأملات والجلسات اللي حكيت بها حتى يوصلك الإرشاد بسهولة لأول خطوة تقوم بها والثاني والثالث ولتحقق ما ترغب به. الآن هناك أمور تساعدك في تلقي الإرشاد الإلهي، لكن قبل ما أنت تتلقى الإرشاد الإلهي مهم جدا أنك تحافظ على طاقتك هالتك نظيفة. طبعا مثل ما شرحت لكم في مادة اليوم الثاني في قناة تليجرام هناك جلسة اسمها الجلسة الخارقة تساعدك على تنظيف الهالة والشاكرات والتدرع، ممكن انك تطبقها وممكن تستخدم اي تقنية اي طريقة اي شيء انت تحبه، لكن احرص على توفر هذا الشيء. لاحظ الأحجار، يعني ضروري أني أتكلم. هذا طبعا هذا الخاتم اللي عندي في كثير فيديوهات أني دائما ألبسه وإن شاء الله في يوم من الأيام أتكلم عنه. المهم هذه هي المريمية، عشبة المريمية. احنا في ممكن تاخذ لها صورة اذا انت حبيت. اوكي، عشبة المريمية على فكرة هي في امازون، احنا في امريكا لان انا ساكنة امريكا، في انا اشتريها من امازون، فتباع في امازون او في الاسواق الامريكية بهذا الشكل، لكن طبعا لو وصلت الدنيا راح. المهم في دولكم لكن عندك في الدول العربية ممكن انه تباع كأوراق، يعني فل بأكياس خاصة أوراق المريمية. لماذا المريمية؟ ركز وراح نسوي تأمل مهم جدا. المريمية يقال انها تضغط اكتب لكم يا الكلمة تطرد تزيل إنها تطرد الأرواح الشريرة. طبعا الأرواح الشريرة هم خاط بالخطأ يطلقون عليها أرواح شريرة، حقا هي مو شريرة، هي فقط أرواح تائهة تتواجد حوالينك. يعني اتخيل هذه أنت، وفي تغريدة أنا نشرتها راح أرجع أنشر لك التغريدة اللي أنا نشرتها الصورة، وهناك خلينا نقول أرواح. تخيل هذه هي أرواح، هذه الأرواح تحيطك يطلق عليها هي أرواح شريرة، لكن حقيقة هي مو شريرة، هي تتواجد حول هالتك لأنه ببساطة بداخلك نور الله، نور الله في داخلك. وهي لما كانت هذه الأرواح على قيد الحياة كان بداخلها نور الله، فلما توفت هي فقط انت، يعني انت بالنسبة لها عبارة عن كائن من النور، فهي تلتصق بهالتك بسبب نورك. That's it بهالبساطة. فوجده انه المريمية لما انت تتبخر بالمريمية، يعني تحطها على فحمة وتبخر بها البيت، او اذا عندك هذا الجزء مثل امريكا تحرقها وتبخر بها هالتك بيتك الى اخر. بالنسبة لي انا كل يومية انزين، فشو تسوي؟ راح تطرد كل الطاقات السلبية الموجودة في هالتك. وين اللون؟ نختار اللون حلو، وتبقى هالتك وردة مفتحة. انزين، فالمريمية ليس فقط انه تزيل الارواح الشريرة او الارواح التائهة، تنظف هالتك من أي طاقة سلبية، من أي مشاعر سلبية. حتى إذا كانت طاقة مكانك، تذكرون لما تكلمنا عن الفنق شوي، إذا كانت طاقة مكانك سلبية المريمية عند حرقها تصدر طاقة أو برانة خلينا نقول معقمة ومطهرة للمكان.
فمهم جدا تتواجد المريمية في منزلك وإنك تتبخر بها. إذا كانت ريحتها مو طيبة وإنت مو حابها، ممكن بعد ما تبخر بالمريمية شغل تحرق عود البخور الغالية اللي عندك إلى آخره. أو ممكن أيضا اشتريتها من أمازون. طبعا ليش من أمازون يا جماعة؟ إحنا اللي ساكنين في أمريكا يعني 3/4 بيتنا تلاقيه من أمازون. أولا متعة التسوق، ثانيا سهولة التوصيل يا أخي، يعني أيام والسالفة ببيتك. فهذه أنا اشتريتها من أمازون، والله يشهد لا هو دعاية ولا هو الإعلان لهذا البراند. على فكرة ممكن تلاقي مليون براند نفس الشيء، مليون سالفة نفس الشيء، لكن أنا استخدمه. أيضا هو مصنوع السيج، أنت ممكن تكتب السيج، هذه الكلمة اللي حاط عليها أظفري المكسور طبعا، سيج هو المريمية باللغة الإنجليزية، في أمازون أو في بلدك أو في الأسواق، وراح تلقي هذا البخاخ. فمثلا أنا غالب الوقت أقعد في غرفة نومي أشتغل إنزين، فتكون مثلا يعني طاقة مكان سلبية بسبب شغلي، زباين، دورات إلى آخره، جلسات، جلسات أرواح إلى آخره. فبعد ما أخمل، بعد ما أكمل أبخر بالمريمية أو أستخدم البخاخ. اوكي طبعا ريحته طيبه على فكره، ان شاء الله توصلكم والطاقه واصلتكم. كان يوغا فشلني، فهذا اذا حابين تاخذون سوقته. دينكس. ايضا من الامور اللي انت ممكن تحصل بها رسائل بطاقات التاروت، هذه هي انا استخدم طبعا، عندي دوره مكثفه عن التاروت الملائكي، بالنسبه لي اعلم وادرس التاروت الملائكي وليس التاروت الكلاسيك. فممكن إذا أنت عندك هذا، على فكرة ممكن تشتري هذه البطاقات حتى إذا أنت مو محترف، موجود يعني أنت في أي بطاقة تشتريها من الأسواق موجود هذا الكتيب باللغة الإنجليزية وشارح لك كل الخطوات، فمو شرط أنك تكون محترف بالتاروت حتى شيء. فممكن ببساطة تصفط هذه البطاقات هيجي وتستخدم إيدك وتقول إلى ملائكتي الحارسة رجاء رجاء أعطيني بطاقة مثلا الآن، أطلب من الله وأطلب من الملائكة والمرشدين روحانيا أعطائي رسالة خاصة لكل شخص يجاهد هذا السناب مثلا هذه. أوكي أنت راح تستشعر طاقة، واو شوفوا الكون أنتوا اليوم وياكم، راح تستشعر طاقة بإيدك وتختار بطاقة. لكن شوفوا سبحان الله البطاقة اليوم هي أسك، فقط ادعي، فقط اطلب، يعني هذه بطاقة المعنى الحرفي لكل السنابات، لكل اللي أنا أحكي وأقول لك يا خي بس اسأل، اطلب الله يهديك لتكون عامل في النور، اطلب من ملائكتك، الملائكة الحارسة هم خلقوا لخدمتك، هم مسخرين حولك، الملائكة موجودين حوالينك دائما لكن ما يتدخلون في شؤونك الخاصة، أنت فقط حر، حر، أنت مخير، أما تطلب مساعدة ملائكة أو لا، فقط الله سبحانه وتعالى أنطاك ورزقك بالإرادة الحرة وأعطاك هدية الملائكة، تريد تطلب مساعدهم موجودين، ما تريد عادي مو غلط، لكن هذه البطاقة هي حرفية إلك، أطلب مساعدتنا إحنا الملائكة، أطلب مساعدتنا وراح نساعدك في الإرشاد. قناتي التليجرام مليان، قناتي التليجرام مليانة مليانة تأملات وخطوات لطريقة التواصل مع الملائكة. إذا أنت حاب تريد تتعلم كيف تتواصل مع ملائكتك، أما تدخل قناتي اليوتيوب أو قناتي التليجرام، أرفع الشاشة وأيضا راح توديك قناتي التليجرام اسمها فوانيا. وإذا الله قدر ونزلت هذا السناب على اليوتيوب، وإن شاء الله أحط لك الروابط كلها تحت الفيديو. أيضا أنت بحاجة إلى الأحجار الكريمة، هسه أحكي لكم عن الأحجار الكريمة. أكثر أحجار أنصح بها سيلينايت، هذا يسمى سيلينايت، يسمى هذا الحجر بالحجر الملائكي أو حجر الروح، وهذا الحجر إلى القدرة أو القابلية على أنه ينظف روحه بروحه، ما يحتاج أنك تنظفه، ويسحب أي طاقة سلبية وذبذبات سلبية موجودة في المكان. راح أكتب لكم إياها كصور حتى تحتفظون بها. أو حجر التورمالين، حجر التورمالين أسود يساعدك على الشعور بالسلام الداخلي، شعرايتي موجودة بالله يخالف غلسه، يساعدك على الشعور بالسلام الداخلي، وهذا الرمز الموجود، هذا رمز زهرة الحياة، يعطيك تناغم مع طاقة الكون والمكان اللي انت فيه. أكتب لكم إياها.
ممكن انك تشتري الاحجار الكريمية اما من امازون. على فكرة انا عندي متجر للاحجار الكريمية، اعطيك صورته، وايضا ابيع في امازون، امازون امريكا وامازون امارات، اعطيكم حساب يعني اخذوا الصورة للحساب. لكن مو معناه انك فقط لازم تشتري من عندي، لا، انا دا اعطيك اهمية هذول الحجرين، او انت ممكن تشتريها من اي مكان في بلدك. ايضا عندك حجر الاميثيست، حجر الاميثيست لون بنفسجي، ايضا يغذي شاكرا التاج، واذا امكن اذا امكن ممكن انك يكون عندك هذا الشكل. هذا الشكل هو نجمة ميتاترون، مكعب ميتاترون مع الأحجار الكريمة، أنا أبيعها، أتوقع متوفر في كل مكان، لكن أنا هذا يعني صنعته خصيصا، يعني طلبت من شخص يسويه، ومليان حب ومليان طاقة. المهم ممكن تشتريه من أي مكان في بلدك، موجود أيضا على أمازون. مكعب ميتاترون يخليك مرتبط أيضا بالطاقة الكونية، ويفتح إلهامات، تجيك إلهامات وأفكار، وأيضا يسوي لك تدرع. وأيضا من الأمور اللي تساعدك في مشوارك هو أنك تتعلم الداوزنج، الداوزنج أو البندول. ادخل قناتي اليوتيوب واكتب، يعني عندي أمسية كاملة شارحة بيها من كل قلبي كيف تتعلم الداوزنج مع نور كايزن، راح تلقي هذا الفيديو في قناتي اليوتيوب، راح ينفعك في تعلم البندول والداوزنج. نكمل مشوارنا. طيب، ذكرت أنه في تويتر راح أرسل لك التغريدات. إذا أنت تعاني من مرض كآبة، تعب، كسل كسل كسل، خمول خمول خمول، عدم إنجاز عدم إنجاز، بطء في حياتك، ماكو تطور في حياتك، ماكو فلوس في حياتك، ماكو بركة في حياتك، فمعناه هناك أرواح تائهة حول هالتك تتغذى من نورك وطاقتك، فلهذا أنت تشعر بهذا الشيء. وهذا السبب أيضا يعود أنت لم تقم بتنظيف هالتك، ولا تنظيف الشاكرات، ولا التدرع، ولا الحماية، ولا شيء، فلهذا تعاني من كل هالأمور. أستغرب من هواية ناس تيجي تقول لي أنا أخذت الدورة الفلانية بس ما استفادت، وهي لم سوي تنظيف هالة ولا شاكرات ولا بطيخ، أو مثلا تقول لي يعني أخذت الدورة عن المال بس ما صار عندي فلوس ولا شيء، وهي أيضا لم تقم بتنظيف الهالة ولا شاكرات ولا شيء، مع أنه هذا من أهم 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 الأمور. وحتى يعني الوقت ما يطول، راح انزل ان شاء الله هذا التأمل في قناة التليجرام، فبليز احرص على انك تكون متواجد في قناة التليجرام وتحصل التأمل، يا اما انزله اليوم يا اما باكر، الله كريم. المهم انزله في قناة التليجرام اللي هو تأمل تنظيف الروح، تنظيف الجسد من الارواح التائهة حوالينا. ونصيحة مهمة جدا، هناك ما شيء اسمه الحدس. الحدس هو اللعب أيضا كله فيه، والحدس هو مثل الصوت الداخلي أو المرشد الداخلي لك. فإن شاء الله في منهج خفايا الروح، طبعا هو منهج مدفوع وأنا تعبان عليه كلش، هو يشمل كثير تمارين عن الحدس، ويشمل الوساطة الروحية. أوكي، فتكون مهيئ لأنك تسمع حدسك وتعمل مع حدسك، والحدس يساعدك حتى في قراءة التاروت، في الداوزنج، في جلسات الريكي، في البرانكيلك، يساعدك في اتخاذ القرار، ونفس الوقت في الوساطة الروحية. لماذا الوساطة الروحية؟ خليني بس أحكي لك فتشي. الوساطة الروحية ليس فقط تواصل مع أرواح متوفية، واللي أنت راح تسبب تكون سبب في سعادة كثير ناس حابة تتواصل مع أحبائها المتوفين. فالوساطة الروحية تتواصل مع أرواح متوفي، تتواصل مع مرشدك الروحي، وأنا بالنسبة لي يعني هذه من أهم الأشياء. مرشد الروحي هو اللي ينطيك التوجيهات. على سبيل المثال مرشد الروحي دورين فيرتشون، ليش أنا أقول دورين؟ لأن هي معلمتي وتعلمت من إدها، على فكرة يعني ممكن ما تناسبك لكن تناسبني، فأنا أحكي عن تجربتي، ما علاقة بيك، اللي يناسبني مش يناسبك. قالت لما تواصلت مع مرشدها الروحي حتى أنه تكون مثلا معالجة بالطاقة وإلى آخره إلى آخره، فالمرشد الروحي وصلها رسالة عدم شرب القهوة أو الكحول أو الأكل الحيواني، لأنه القهوة
بها الكافيين تخلي العقل أكتف 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 وليس في حالة استرخاء لتلقي الإرشاد من الله. الكحول تخليك يعني أصلاً ما مركز بالدنيا. الأكل الحيواني لأنه الحيوان عندما يقتل يكون محمل بطاقة الألم. فتخيل الحيوان مثلا احنا يعني لما يجي واحد يذبح الحيوان كذبيحة يحد السكين أمامه يحد بشت بشت بشت. فهذا الصوت ترى الحيوان يفتمه. فهذه مشاعر الخوف والرعب والألم لما يذبحه تبقى في داخل اللحم. هاي الذاكرة يعني داخل اللحم سواء بقر دجاج خروف إلى آخره. فلما أنت تيجي تأكل الأكل الحيواني تتشبع هذه الطاقة طاقة الخوف والرعب داخل جسمك. فتشوف نفسك على أبسط الأمور تخاف، تشوف نفسك خايف بدون يعني عايش برعب. أو أبسط الأمور تخوفك وتعيش في حالة قلق، توتر، دراما، وهذا سبب بسبب ذاكرة الحيوان اللي انت اكلتها وطاقة الألم والخوف وتبعدك عن يعني الإرشاد الروحي. فببساطة اللي ياكل اللحم ممكن يتبع الطريقة الآتية. مثل ما قلت لكم أنا خياري، أنا كنت يعني اختاريت انه اكون نباتية، وأنا الحمد لله وشكر راح اقبط يعني 4 سنوات من الأكل النباتي البحث فيجن. أنا بالنسبة لي فيجن، وهذه اختياري وهذه تجربتي، يعني يناسبني أنا مش شرط يناسبك أنت، فمتقبلة لكل الأشخاص. فإذا أنت مثلا تأكل لحم دجاج سمك، قم بعمل صلاة أو مباركة. يا جماعة المباركة أو الصلاة مهما كان الأكل اللي تأكله، حتى لو أكل نباتي على فكرة، يعني مش شرط فقط فاكهة خضار إلى آخره، بس قول يا ربي الحمد لله، الحمد لله انه انت رزقتنا بالاكل اللي قاعد ناكله، الحمد لله يا الله انه احنا عندنا الفلوس اللي نشتري هذا الاكل، اللهم شكرا لهذا الرزق، شكرا لهذا الطعام، وانوي اني اكل هذا الطعام، انوي انه اكل هذا الطعام بنية الفائدة لجسدي. شكرا لهذا الحيوان اللي قاعد اكله، شكرا للحم، شكرا للدجاجة، شكرا للسمكة. وممكن تقول ما شئت، المباركة والصلاة جدا مهمة. ومع ذلك أني ضد أكل اللحم والدجاج والسمك، وصدقني صدقني صدقني عن تجربة. ترى أنا كنت يعني قلت لك أنا صار لي 4 سنوات نباتية، يعني أنا سابقا كنت أكل اللحوم، وإحنا أكل العراقي معروف كله ترى، يعني ثريد وقوزي وإلى آخره. ولما صرت نباتية الطاقة إذا كانت 0 عندي صارت 1,000,000، كل السحورة اللي عندي بسبب الأكل النباتي، كل الطاقات الروحية واستبصاري بسبب الأكل النباتي. فخلي يكون خيارك كاختيار نباتي، لأنك تساهم في أنه هذا الحيوان يعيش على الأرض وكمل تجربته ورسالته. وبنفس الوقت الأكل النباتي يرفع طاقتك الروحية، يرفع حساسيتك للروحانيات والقدرات والهبات الروحية، ينطيك طاقة خرافية مثل بيكاتشو كهرباء بيكاتشو فيز. الأكل النباتي، وحتى تعرف وتجرب بنفسك، جرب أسبوع ما يكفيك، جرب لمدة شهر أنت تكون فيجن بالإنجليزي، فيجن اللي هو تاكل نبات بحت، وهناك الكثير من الخيارات حتى تكون نباتي. شهر واحد خليك تكون نباتي، وراقب مشاعرك وراقب طاقتك، والأحلى راقب أحداث الكون حوالينك، حتكون مسخرة إليك. وأرجع وأقول مسخرة إليك، مو شرط لأنك لأنه نباتي، لكن حتشوف بنفسك. أنا ما أريد يعني وعد بدون وعود، لكن انت يا خي جرب خيارات الحياة، جرب خيارات الحياة، كبشروها نسويها احسن، جرب خيارات الحياة، اخذوا لها صورة، هذا قلب، جرب خيارات الحياة
شوف اللي يناسبك وشوف اللي ما يناسبك. أنا دا أحكي عن تجربتي، أوكي؟ اللي تستفاد منه في الوساطة الروحية التواصل مع الأرواح المتوفين، تواصل مع المرشد الروحي لتلقي الإجابات. مثلا مستطني أحد الرسائل هي شرب الماء بكثرة وأخذ فيتامين سي وبعض المكملات اللي أنا أحتاجها، وأيضا بزنس ماني ماني ماني. كم من الأشخاص اللي يريد أو يروح إلى وحدة قرالة فنجان، وحدة قرالة تاروت، وحدة تكون وسيطة روحية؟ فهذه راح يجلب لك زباين يا أخي. يعني أنت ممكن تكون الوسيط الروحي الوحيد في بلدك، أوكي؟ ها طبعا دا أتكلم عن منهج خفايا الروح اللي راح يكون قريبا، لأنه هواية سئلوني شنو أستفاد، فلهذا أنا قاعدة دا أجاوب. يعني شو ما تتخيلون كمية الأشخاص اللي أول ما تشوفني، نور أعطيني رسالة روحية إلي، نور شنو رسالة ملائكتي إلي، نور شنو راح أسوي بهذا البزنس، نور كذا نور كذا نور كذا. فممكن تكون هاي النور وتحصل مني كبزنس إلك. لكن أرجع أقول، أرجوك أرجوك كأنت عامل نور، لا تفكر في الفلوس، فكر في خدمة الآخرين. هذه هي الرسالة السامية أروحك. خدمة الآخرين والله والله هي اللي تجيب كل الحاجات اللي أنت بتحبها. خدمة الآخرين بحب وليس من دافع الإيجو، تنين المياه. لما تختار أنك تكون عامل في النور، مهم جدا أنك تكون مع الملاك رافائيل، الملاك ميكائيل. رافائيل هو معنى اسمه شفاء الله أو إسرافيل. ميكائيل أو ميخائيل هو الحماية والتدرع، ويعني هو إذا أنت ما عرفت أي ملاك تتواصل، فقط تواصل مع الملاك ميخائيل بتاع كله، الكل في الكل، الكل في الكل، الكل في الكل. الملاك الرئيسي رافائيل، مجرد ما انك تنوي وتقرر وتختار انك تكون عامل في النور، راح تلاحظ، ممكن تلاحظ اللون الاخضر بكثره او اللون الازرق بنفسجي بكثره، ممكن بكل شيء، ديكور سياره بالشارع، بكل شيء. في تأملاتك تشوف أكثر شيء اللون الأخضر والأزرق والبنفسجي. ملاك رافائيل راح يساعدك تركز على منطقة القلب، الحب، يساعدك على التسامح، يساعدك على التشافي الروحي والجسدي، يساعدك على أنه شنو بعد، يساعدك في العلاج الروحي. إذا أنت مثلا كنت معالج، سواء معالج في البرانك هيلينج، في الريكي، ثيتا، حتى لو في التاروت، أحجار كريمة، ملك رئيسي رافائيل ممكن يكون كمرشد روحي لك. أما الملاك الرئيسي ميكائيل، أما الملاك الرئيسي ميخائيل أو ميكائيل يساعدك في حماية جسدك من أي تأثير سلبي. بعض الأشخاص يقولون إحنا مسحورين، إحنا عندنا طاقة سلبية، إحنا عندنا حسد، صار عندنا هجوم طاقي سلبي، فممكن فورا فورا تستدعي الملاك ميكائيل. بس تقول إلى الملاك الرئيسي ميخائيل، ميخائيل ميخائيل، رجاء 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 احضر الآن، ساعدني بتطهير حقل الطاقة من أي شيء سلبي، احميني، احفظني من طاقات الحسد، الغيرة، السحر، مهما كان في بالك، فقط اطلب دعوته وراح يكون فورا معك في مشوارك في عمل النور. ومثل ما قلت، مهما كان مجال عملك، مدرب، معالج، مدرس، طبيب، موظف إلى آخر، خليك دائما مع الملاك الرئيسي رافائيل أو إسرافيل، ومع الملاك الرئيسي ميخائيل. وأرجع أكرر، الملائكة هم أصلا موجودين في الكون، أنت مخير تطلب مساعدتهم أو لا. لأن هواي أشخاص يسألوني لماذا لا نطلب من الله مباشرة ونطلب مساعدة الملائكة. الله هو مصدر كل الطاقات، الله رقم واحد، لكن الله
وهب لك الملائكة ومذكورة في القرآن في كل الكتب السماوية، وأنت أعطاك إرادة حرة، وأنت مخير، تطلب مساعدتهم حيساعدوك، ما تطلب براحتك بهالبساطة، أوكي؟ فحيساعدوك في مشوارك، يساعدوك في عملك، يساعدوك بإعطائك الإجابات اللي أنت تحتاجها، يساعدوك في التخاطر إذا أنت يعني، يساعدوك في قوة الحدس، يساعدوك كيف تكون عامل نور وتخدم نفسك أولاً ثم تخدم الآخرين حتى أنت تتطور في حياتك. ركز ركز بالحكي اللي حاحكي هسه، حتى أنت تتطور في حياتك كلها في كل الجوانب، صحة، علاقات، مال، شو وقت تتزوج، جذب شريك، شو وقت يجوا لي زباين، فلوس، شو وقت أضعف وصير وزني زين، حتى أنت تتحسن في كل جوانب حياتك لازم 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 تتأمل. التأمل يا خي ولو 10 دقائق باليوم، بدل ما أنت تقابل السناب شات والإنستغرام والسوشال ميديا والتلفزيون الدراما اللي ما منها فايدة، ربع ساعة 10 دقائق من وقتك اتأمل. وطريقة التأمل هي الآتي: تجلس في مكان بعيد عن المقاطعات بحيث تضمن أنه ما حد يقاطعك، تغمض عيونك، تتنفس بعمق شهيق ببطء زفير ببطء، وحاول انك تصمت افكار. اذا جتك اي افكار ركز على خشمك، خشمك اللي هو الانف، ركز على انفك، على التنفس الطبيعي، راح تشوف الافكار كلها راحت. ممكن تاخذ وقتك لحد ما الافكار لا تقاومها. اكبر غلط انك تقاوم الافكار، خليها تيجي وتقولها في مال، لا اني ما مستعد لك، اني ما اريدك، اني شكرا لانك وصلتي ومثل ما انت جيتي اطلعي. راح تطلع من خلال اوامرك انت. ليش؟ لانه انت اللي تتحكم بالافكار ايها البشر وليس العكس. راح تبدي تشوف الوان، طبعا يعني بعد ما تركز على تنفسك وتختفي الأفكار، تشوف ألوان في منطقة الجبهة اللي هي عين الثالثة، خلينا نقول ألوان طبيعية. هذه الألوان هي ألوان الشاكرات أو ألوان ملائكتك حوالينك، طبيعي. ممكن تشوف صور واضحة، ممكن تشوف كلمات، مثلا إذا كنت أنت تتأمل حتى تعرف كلمة نعم أو لا، ممكن تشوف كلمة نعم مكتوبة أو كلمة لا مكتوبة في منطقة الجبهة، وممكن انك تتحصل على كل المعلومات اللي انت تريدها فقط من خلال التأمل. انا هاي الحكاية حكيتها من زمان وكثير عرضوني عليها وقلت لهم فقط طبق يا اخي، طبق، سوف تصل لمرحلة في مراحل حياتك تحصل اجابات عن طريق التأمل بدون الحاجة لا كتاب ولا دورة ولا شيء، من خلال قوة حدسك والهبات الروحانية اللي خلقها الله لك. والان ختاما للخطة الإلهية التي وضعها الله لك، رجاء لا تقاوم التغييرات السلبية التي تصير بحياتك. أنت ما تعرف الخير وين ممكن يكون، عسى أن تكره شيئا هو خير لكم. تقبل تقبل تقبل، ودائما يقول في أي حدث سلبي يصير لك، يا ترى كيف ممكن يكون حالي أفضل مما هو عليه الآن؟ إذا أنت مريت بحدث سلبي ممكن تغيره بالنية، أنوي إن هذا الحدث السلبي يتحول إلى حدث إيجابي لصالحي، أو يتحول إلى شهرة إيجابية لصالحي. تأمل تأمل تأمل، التأمل يربطك بالله سبحانه وتعالى. حافظ على صلاتك، حافظ على تأملاتك تربطك بالله سبحانه وتعالى. أيضا الغذاء، الأكل الصحي يوازن طاقة جسدك، يوازن هالتك، يوازن تفكيرك، طاقة مكانك أيضا. طاقة مكانك أيضا مهمة، لأنه طاقة المكان أو الفنق شوي هو ببساطة توفر العوامل الخمسة: 1 2 3 4 5. جسدك متكون من العناصر الخمسة، يعني مثلا القلب عنصر النار، الرئتين عنصر المعدن، ممكن تكتبها القلب النار، الرئتين عنصر المعدن، أو أكتب لكم إياها.
المعدة عنصر الأرض. فلهذا الأشخاص اللي يعانون مثلاً مشاكل في الحب في العلاقات عندهم دائماً مشاكل في المعدة، أو خوف من الزواج، أو مشاكل مع الزوج إلى آخره، عندهم مشاكل في المعدة. أو خلي أكتب لكم إياها أحسن. فهذا هو أساس ترى الفنق شوي، وجود العناصر الخمسة حوالينك: النار، الأرض، المعدن، الماء. ولهذا أيضا إذا كان بيتك يعني فنق شوي سيء أو سلبي ممكن يأثر على صحتك. إذا ما كان موجود عنصر النار في بيتك ممكن يأثر على مشاعر الحب عندك أو القلب. إذا عندك يعني نقص في عنصر الأرض في بيتك ممكن يأثر على المعدة، وهكذا. أوكي، فالفنق شوي يساعدك في التوازن الطاقي والصحي والجسدي وكل جوانب حياتك. أول شيء سويته بحياتي في مشواري هو الفنق شوي. فطاقة المكان مثل ما لاحظت أنه تأثر على أفكارك وهالتك وصحتك وجسدك إلى آخره. فأحرص على الأمور اللي أنا شرحتها حتى أنك تكون في كعامل نور: التأمل، تطبيق الجلسات، وأرجوك رجاء توازن وتنظيف الشاكرات من أهم الأمور اللي أنت لازم تحرص عليها. أي شخص يقول لي أنا عندي طاقة كسل وخمول، عندي مشاكل صحية، عندي مشاكل في الفلوس والمال، عندي مشاكل ويا زوجي، أو أنا لحد أما جذبت الشريك، كل حياتك كل مشاكلك اللي أنت في تفكيرك بسبب الشاكرات. الحل البسيط: تأمل، تنظيف وموازنة الشاكرات. ممكن تستخدم حتى لو فقط التخيل، تخيل هذه نفسك، تتخيل الألوان كلها أحمر، أخضر، أصفر، برتقال، بنفسجي، تخيل أنك تتنفس اللون البنفسجي، تنفس اللون الأزرق النيلي، تنفس اللون الفيروزي، تنفس اللون الأخضر، تنفس اللون الأصفر، تنفس اللون البرتقالي، وتنفس اللون الأحمر. بتنفساتك تتخيل الشاكرات عندك متوازية متلألئة. هناك ملايين في الانترنت، وحتى من ضمن الملايين قناتي لليوتيوب وقناتي التليجرام، فيها جلسة أنا بسويها خاصة لتنظيف موازنة الشاكرات، لأنه راح تساعدك في التفكير السليم واتخاذ القرار الصحيح والثقة بالنفس والقوة الروحية واتصالك بالأرض وكثرة الفلوس بحياتك. كلها تريد فلوس انزين، وكلها تريد تتزوج بنفس الوقت، والحبيات وتصير التحبكية وتصير مدري، كلها بالشاكرات. ولما انت تسوي الشاكرات يا بطل لا تنسى تدرع يا حلو حتى ما حد يأثر سلبيا عليك. ركز على جزئية أخرى ممكن انت تعرفها وممكن انت ما تعرفها. مهم جدا يا أخي في يومك عندك نية لكل يوم تمر بيه بحياتك. مهم يكون عندك نية لأهدافك، مثل ما قلنا لوحة الأهداف، وإنك تسعى لأهدافك، مو قاعد على القنفة تتفرج تلفزيون تتوقع الدنيا كلها حتصير تحت قدمك. إذا لم تكن عندك نية يا بطل، أنت حتكون من ضمن نوايا الآخرين، وتكون أنت تعمل لأجل الآخرين مو خدمة الآخرين، تعمل لأجلهم. عرفت؟ يعني أنا مثلا يعني على سبيل المثال واحدة تحب ابن الجيران، وهي حاطة نية بعقلها تتزوجه وتتزوجه، وهذا ابن الجيران لا يسوي تأملات طاقة ولا يتابعني ولا شيء، فممكن بسهولة إنه هذا هذه البنت تتزوج ابن الجيران، لأنه ابن الجيران ما عنده نية بحياته، فأصبح من ضمن نوايا الآخرين نية البنت. وانت قيسها يا حلو على كل حياتك. فالحل يكون عندك نية لهذا اليوم مهما كانت النية بسيطة. انوي اليوم انجاز ما خططت له، جيب ورقة وقلم واكتب شنو انت مخطط له، مثلا غسل المواعين، طبخ، تصوير سناب شات الى اخره. المهم اكتب صلاة الى اخره، اكتب وانوي انجاز ما خططته باستمتاع. ركز على طاقة الاستمتاع، تعلمها من عندي يا حلو.
أي شيء تسويه بحياتك سويه بنية الاستمتاع. طاقة الاستمتاع أنا أسميها المكناسة التي تكنس وتزيل كل البلوكات المعيقات في حياتك. أنوي تعلم هذه الدورة باستمتاع، مثلا أنوي قراءة هذا الكتاب باستمتاع. إذا أنت ما حط هاي النية راح تشوف أنت عندك صعوبة في فهم الدورة، صعوبة في إكمال الكتاب، وقيسها كمثال لبقية الأمور في حياتك. فعن تجربة شخصية إلي، أي شيء أنا أحط له طاقة استمتاع لأنه يعمل ذبذبات عالية جدا جدا، وأحنا نعيش في كون طاقي ذبذبي، لا تنسى ذلك أبدا. وإذا أنت طبقت كل اللي أنا حكيته في مادة اليوم الثاني ومادة اليوم، هذه رموش أنا أحب الرموش، المهم، فأنت راح تمشي في مشوار الخطة الإلهية باستمتاع وبسهولة وبيسر، وتكون أحد أمال النور والأحلى، الكل راح تشعر بنورك إذا أنت طبقت كل اللي أنا حكيته، أوكي؟ ويخلق لك الله أو يرزقك الله بنور تمشي به بين الناس. وانت هنا وخلصنا، شكرا من كل قلب قلبي لكل اللي حضره، وشكرا لكل النشر اللي شاركتوه، شكرا لكل من ساهم في نشر حساباتي. ربي يبارك بأمركم، والدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وأني ما أصدق من ساعة 11 الآن عندي ساعة 3 أنا قاعد أصور هذه الورشة بكل استمتاع وبكل طاقة. هذا هو الشغف، لما تعرف أنت شغفك راح تؤدي رسالة حياتك بحب وباستمتاع. شغفك ممكن يكون هو رسالتك في الحياة، شغفك ممكن يكون هو مصدر رزقك، شغفك أو رسالتك في الحياة هي الشيء اللي أنت تسويه من الساعة 11 حتى الساعة 3 بدون تعب بدون ملل، بعطاء وباستمتاع. أحبكم 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 كل شيء هواية، وإن شاء الله نلتقي بورش قادمة وفي ما الله.